الجرح والتعديل نفسه هذا في مجال حديث سيبنى عليه حكم كل رجاله وبين ما فيهم من جرح ومن تعديل، هذه طريقة معروفة في المصطلح. لكن الآن في الساحة خصوم للشباب وخصوم للإسلاميين في كل مكان، وخصوم للمنتجين الحركيين الذين ينادون بتطبيق حكم الله سبحانه وتعالى، في خصوم في الجملة نفس الآن اللي لديهم بصيص من وعي أو بصيص من تحرك، أروح أذهب وأسلط عليهم الألسن بحجة أن الجرح والتعديل هذا أمر لا بد منه في مذهب السلف. نعم أنت الجرح والتعديل مطلوب، لكن الآن أنت تنسى الحسنة وتنسى الواقع، ولو كيف ما وجدت جرح يجرح به أهل المصطلح في واحد ممن نعرف له إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، وتجي تأخذ ما أمور نظرية من مصطلح هذا لا بد من السلف يبينون الجرح ويقدمون على التعديل، السلف يقولون كذا، لكن هذه ينبشون واحد لا روى حديث ولا هو في حديث وينبشونه وميز إلا وهو من أجل أن إخماد دعوته أو إخماد كتبه. على كل حال نرجو الله أن يغفر لنا ولإخواننا.